جيب ولدك مزيان الناس الكل تبوسه، خليه تجيبه مزيان ومعاركي وفوق من هذا رادسة وأكثر من هذا صناعي. ندخلوا في الموضوع على طول. شوف راو انك تملك كبش حاجة ما هيش صعيبة، والله تملك كبش مزيان ما قصرتش، تملك كبش رادسة ومزيان لين قل لك يعطيك الصحة. اما انك تملك كبش رادسة ومزيان ومعاركي لهنين قل لك يا حبيبي شنية هذا، مازلت كي بديت والله توا مازلت كي جيت، وبابا اخويا توا مازلت كي جيت، دار نسيبي يا باهين انتي فين والحب فين، شميت ريحة الرادسة جيت نجري، سميت ريحة العرك جيت نجري، شميت ريحة الفحول والضرب على طول والضرب في المحلول جيت نجري. عندي مدة ما حكيتش على كبش بريمة، عندي مدة ما حكيتش على كبش عنده قيمة. يا حبيبي غني عن التعريف، مش انا باش نعرف بيك، مش انا باش نزيدك قدر فوق قدر، قدرك جبته في البطحة وعملت دماغات كلم طر. العريبة يا رجال يسلم عليكم، رادسة وموديل اذاك علاش بابا اخويا اكتب فيه موال. العريبة 7 فيكتوارات سكتير بوزفيل، الله الله. العريبة 7 فيكتوارات كبش مشري بسنتين، الله الله. العريبة 7 فيكتوارات كبش مشري بسنتين من عند برهان، الله الله. العريبة 7 فيكتوارات كبش مشري بسنتين من عند برهان، ونهار 29 ان شاء الله باش تتفرجوا على قريب 10 ايام اخرين وتشوف العرض وكومبا تقرب للمستحيل. شكون العريبة؟ شنية الميزة في العريبة؟ شكون نحى؟ شكون اغلب؟ شكون وقف؟ من اهم انجازاته اكثر حاجة خلتني نحكي على الكبش، العريبة 7 فيكتوارات على ملك علي ولد منوبي ومحمد التويتي سكتير بوزفيل. كما قلت لكم الكبش مشري بركوس بسنتين من عند برهان، وهذه نقطة لازم نقف عليها. شفت كي نقولك راو الكبش انت اللي تصنعه ما يجيكش بالسهل، كبش تشريه بركوس بسنتين، كبش تشريه بركوس بسنتين، اما لي صبروا عليه، عملوا له الصحة، عملوا له قرن، عملوا له رباط، علموه العرك، كبش جافيرش عمل 7 فيكتوارات. اذاك علاش اكثر كلمة نقولها في الاغرام، كان الكبش جاب فيكتوار راو المغروم عنده 90% دخل، وكان الكبش خسر راو المغروم عنده 90% دخل. نعرف لكل بداية نهاية، اما روكي ما تقصرش مع كبشك، سي نورمال يوصل لبعيد كيما العريبة. الكبش هذايا عامل 7 تراح، منحي 7 بطال، منحي 7 مغرمة، منحي 7 كباش بالحق تخطر على البال. كنقول لك اول فيكتوار نحى لدرع طارق البناي ب4 دماغات، نقول لك زيدني زيدني ما زلت نستنى. نقول لك ثاني فيكتوار يربح صاروخ اولاد بن عروس ب45 دماغ، نقول لك اي راسي. نقول لك ثالث فيكتوار العريبة يربح الاصفر زياد مفتول حيط تضامن ب19 دماغ، نقول لك حيط حيط. نقول لك رابع فيكتوار وقت اللي العريبة ينحي البوسيال على ملك الذبانة بدماغ. وين ماشي يا حبيبي؟ قللوا دللوا مازال الضربة بعيد، مازال كي نحي البوسيالة بدماغ يمشي نحي الاصفر اولاد نابل ب67 دماغ. ما عندوش مشكلة يا حبيبي، يربح بدماغ، يربح ب10، يربح ب4، يربح ب67، كل كبش يعطيه شنية يستحق. الطرح 7 يربح اليوم امير ولد عم ابراهيم الغربي ب24 دماغ، مازال مكمل، مازال يتشيخ، مازال يتجلطم، مازال يوفي وينحي ويرصع على بعضه. انت فين والحب فين؟ وقت لي الفيكتوار 7 العريبة يربح كبش احمد جارسيا بدماغ، لاني نقول لك عاد الله خير، عاد كبش عامل 7 تراح. سمي لي واحد من المغرمة اللي سميتهم من مالي الكباش اللي ربحهم العريبة ما هوش مغروم ولا ناقص غرام. هذه الحاجة نتأكد انه الكبش بالحق جابها بذراعه
حتى حد ما عمل عليهم زي الكبش. نعرفوها منين جاء وعرفنا شكون كونه وشكون تلهابي وشكون صنعه. دي كاسة كبيرة لعلي ولد منوب محمد التواتي وأي كبش ساهم في نجاح العريبة. ربي يعوض على أي كبش قبل العريبة. لكن نحب نحكي حاجة سبيسيال في الكبش. رنا الكلنا نتفرجوا أما ما عدناش نفس العينين، والكلنا نتصنتوا أما ما عدناش نفس الوذنين، والكلنا نتكلموا أما ما عدناش نفس الكلام. سبحان الله، البشر يفرق برشة برشة على البشر الآخر. أنا كي نتفرج في العريبة مثلا، كي نتفرج فيه الكبيش ستيل عركهم موجود. تلقى كل كبش عنده ستيل عرك. تلقى كبش يبعد لبعيد، تلقى كبش يعمل في 6 خطوات، تلقى كبش يلصق، تلقى كبش يخرج قبل، تلقى كبش لفاف. كل كبش وعنده ستيل عركه. لكن العريبة الحاجة اللي أبهتتني فيه إنه مع كل كبش يعارك بستيل. معناها أنا كتفرجت فيه ثم مسيبة بعدت فيها لآخر البطح، وفما مسيبة مرح فيها 4 خطوات، فما مسيبة خرج برشا قبل الكبش المقابله، وفما مسيبة استنى فيها الكبش المقابله. لهني يدخل العرك معاه رشة وفاح متاع ذكاء. راو العرك وحده ما يجيبش اطراح، اذكى مع العرك سيل عريبة. ما نجمش نصفهولك ونقولك كبش شامبيون، اما صدقني كبش اكتب اسمه في حروف من ذهب في كتاب التاريخ. شوف الكبش يتكلم على روحه في البطحة، بعد يتكلموا عليه الناس. وعيش بقدرك وديما خلي على قدرك عساس. صدقني الكبش هذايا شيخ جميع الناس وفرج جميع الناس، وستيل عركو انا زاد قنعتني. على خاطر راو الكبش يخسر على خاطر تقابل مع كبش ممشاش مع ستيل عركو ويخي وجعه. لكن العريبة يقول لك كان انت تبعد انا نبعد، كان انت تلصق انا نلصق، كان انت تلف انا نلف، كان انت تحب تخرج قبلي انا نخرج قبلك. والنجم نعطيك فرصة انك انت تخرج قبلي، لكن باش نوجعك. تكنيسيا معاركي شباب راتسا ما عندي ما نقول فيه. عيني ما تضره كبش معاركي يملى العينين يسمع الوذنين، كان الزم يتهز باليدين كيما تاش. كبش استحق كل مغروم محتاش. كان حاجتك بالحق بكبش تحسن بيك باش تونس الكل عليك بالعريبة. 7 فيكتوارات، شيخ اقنع دلل. على فكرة عنده كومبا قوية برشا وكومبا صعيبة برشا. بس برقو نهار 29 ان شاء الله، برقو على ملك جرومة وجهاد باب العسل المسيابة ان شاء الله نهار 29. تعرف انا شو نقول على المسيابة هذيك؟ جملتين من جملتين باش نحكيهم على المسيابة ونمشي على روح. كان عندك ما تقضي نهار 29 فيشتة، خذ كونجي، خذ فيشتة، بطل الخدمة، بطل القراية، بطل حياتك ويجي الباب العسل. لازم تتفرج في المسياب باش تشوف حاجة مش عادية، وباش تشوف الكلام اللي حكيته باش تشوفه بعينيك. صدقني الكلام اللي حكيته في الكبش باش تشوفه بعينيك. اكثر حاجة نقولها ان شاء الله تشيخ بيه كوميتة بوزفيل الكل، ديديكاس علي ولد منوبي اخويا. ربيت تعبت مخو بوسنتير، راك ماكش مخو حاضر ولا اشطر حذور ولا مخو عمل اطراح. خاطر غادي الصعب، راه الصعب في المغرمة مش انك تشري، انك تصنع. على خاطر كل شيء يتشرى في الكبش. الزين يتشرى، الرادسة تتشرى، العمر يتشرى، الرباط يتشرى، الصحة يتشرى. كان العرك ما يتشراش، على خاطر العرك يتصنع. انت تصنع العرك في وسط الكبش. واضحين فهمتوا قيمة كبش مشري بوسنتين. وفما فرق كبير بين كبش مشري عمل اطراح ولا بين كبش مشري بشطر حضور. شفت غرامك وين باش تحطوا. نحب نقدم رومرسيموم خاصة لسلاح الدين قاسم شهيرا برينجا، هو اللي كان السبب باش تعمل الفيديو على عريبة. نحب نحكي على الكبش عندي مدة، وهو اللي جاب لي المعلومات ونسق بيني وبين علي ولد منوبي. قولوا ميرسي خويا سلاح الدين قاسم شهيرا برينجا. كيف كيف كل واحد ياخو حقه في الدنيا ذي. بوحميد ترابلسي خويا احلى ناس جايب البريمة، كان سبب خويا باش عرفنا الكبش. الكبش معروف من قبل، هما برينجا واحمد كانوا وسط خير خويا باش نحكي على الكبش. ذيك الغرام ما تخافش، راهو معاك الرجال في الغرام، ما عندك منش تخاف. نهار 29 تتفرجوا في العريبة بالعسل السالم.
فيني ما لمسي بنا يوم خياني وما لا غريبة.